www.smartfortech.net. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم هابي ام. هنتكلم عن طريقة إضافة الترقيم العددي أو عن طريق الرموز لأي عدد من النقط اللي احنا حاطينها في الشغل بتاعنا. يعني هفترض اني كاتب كذا نقطة هنا، عايز الحاجات دي تترقم 1 2 3 4، أو عايز الحاجات دي يتحط قدام كل واحدة فيها نقطة أو شرطة، أي رمز احنا عايزينه. طبعا عن طريق الأيقونة بعملها بسهولة. خلينا نحدد مثلا لغاية هنا وأقول إن أنا عايز أحط ترقيم 1 2 3 4. لما بضغط على أيقونة نمبرينج اللي هي أيقونة الترقيم على الأيقونة نفسها، بيحط لي الشكل الديفولت بتاعه اللي هو الرقم وبعده، كبر شوية بس، الرقم وبعده النقطة. لو أنا عايز أعمل ترقيم بشكل معين، بفتح من السهم ده واختار أي شكل تاني من أشكال الترقيم اللي أنا عايزها، ممكن بعدها قوس أو بعدها نقطة زي ما احنا عايزين بنعملها. طب لو أنا عايز شكل مختلف، أنا مش لاقيه هنا، مش لاقي اللي أنا عايزه، أنا عايز أعمل الرقم وبعده شرطة مثلا، هفتح كلمة define new number format وببتدي من هنا أشوف أنا عايز أعمل ايه. بختار إن أنا عايز 1 2 3 4، أوكي، بس النقطة دي مش عاجباني، أنا عايز أحط داش أو شرطة. فمن الكيبورد بضغط على الشرطة، اتحطت أهي، وبقول أوكي، بلاقي نزل شكل الترقيم اللي أنا عايزه. يبقى أنا ممكن أستعمل الشكل التلقائي خالص، كليك على الأيقونة، ممكن أفتح السهم وأختار أي شكل تاني من الموجودين، ممكن أختار define new number format وأختار أنا الشكل اللي أنا عايزه. والشكل اللي أنا عملته زي ما احنا شايفين نزل عندي هنا مع المجموعة اللي موجودة. لو قفلت الأيقونة وقفت على الترقيم نفسه، أي كليك على أي رقم فيهم هلاقيه حدد لي الترقيم نفسه. لو عملت رايت كليك هلاقي إن عندي مجموعة من الأوبشنز فيها حاجات مهمة قوي ممكن نستخدمها. نفس الأوبشن ده موجود هنا اللي هو set numbering value، لو ضغطت عليها هلاقي إن لو عندي ترقيم في مكان تاني قبله أقدر أحدد إذا كان الترقيم ده هيبدأ من رقم 1 2 3 4 ولا هيكمل على ترقيم تاني قبله. أنا ممكن أكون كاتب مثلا 1 2 3 4 وكتبت فقرة، وبعدين هرجع أكمل بقية النقط فعايزها تبتدي 5 6 7 8 وهكذا. بختار continue from previous list لو أنا عندي لست أو عندي ترقيم تاني قبله. لو أنا عايزه يبتدي من 1 هقوله start new list، ابدأ لي بقى من 1. لو أنا عايزه يبدأ برقم معين ملوش دعوة بترقيم قبله ولا هو رقم 1، ممكن اختار الرقم ده من هنا اقول له مثلا ابدأ من 5. لو قلت اوكي هلاقي عمل زي ما انا قلت 5 6 7 8، يبدأ الترقيم من اللي انا عايزه. وزي ما قلت لو عندي ترقيم قبله انا ممكن اختارها من الايقونة على طول continue numbering، هيشوف ايه الترقيم اللي قبله ويشتغل عليه او يكمل عليه. هو هنا ملقاش ترقيم قبله فساب الاوبشن ده زي ما هو. هنضغط كنترول زي ونرجع تاني زي ما كنا 1 2 3 4. طيب لو انا مش عايز اعمل الترقيم بتاعي 1 2 3 4، انا عايزه يتحط رمز بس قدام كل نقطة من دول، هعمل كليك تاني على الايقونة. بمجرد ما بعمل كليك عليها بيتشال نوع الترقيم اللي انا حطه ايا كان، لو اعداد او رموز بيتشال. نفس الكلام بالنسبة لايقونة الترميز، لو عملت كليك عليها هيحط لي الشكل الديفولت بتاعه اللي هو نقطة او دايرة صغيرة قوي. لو فتحت من هنا السهم هلاقي عندي اشكال مختلفة اقدر اختار منها اي حاجة. هفترض مثلا ان انا اخترت الشكل ده. طب لو انا مش عجباني مجموعة الاشكال دي اقدر برضو افتح define new bullet واختار اي حاجة تانية احطها. ممكن اغير الخط اللي انا بستعمله، ممكن اغير احط picture، احط صورة تبقى هي دي الترقيم بتاعي، بس هحتاج في الحالة دي صورة صغيرة. ممكن افتح الجزء بتاع symbol، افتح الرموز. ولو فتحت من هنا القايمة دي هلاقي عندي مجموعة كبيرة قوي من الاختيارات، بس مجموعة وينج دينجز بتديني عدد اكبر من الرموز لانها مش حروف A B C، لا هي رموز كلها مجموعة مختلفة من الرموز. ممكن اختار منها اي شكل انا عايزه. هفترض مثلا اني هختار الشكل ده وهقول له اوكي اوكي، هلاقي الشكل نزل عندي هنا. طيب لو حجم الرمز اللي انا اخترته ده مش عاجبني برضو اقدر اغيره واتحكم فيه، رايت كليك عليه هيفتح لي قايمة هختار منها كلمة فونت، لأن الرموز دي بتاعت وينج دينجز هي عبارة عن نوع خط اسمه وينج دينجز. أقدر أغير حجمها خليه مثلا 14، وأقدر كمان أغير لونها. أفترض أني أعملها باللون ده، لو قلت أوكي هلاقي حجمها كبر ولونها اتغير.
يبقى انا بتعامل معاها كأنها خط، بتعامل مع الرموز دي كأنها خط للكتابة، واقدر اصغرها واكبرها واعمل فيها اي تعديل انا عايزه. خلينا برضو نشيلها، احدد تاني النص واعمل كليك عليها، شلت خالص التصنيف ده. لو عايز الترقيم بتاعي يبقى فيه هو كمان تصنيف فرعي او ترقيم فرعي، بمعنى هعمل 1 2 3 4، تحت 1 في نقط تانية، وتحت 2 في نقط تانية، وتحت 3 وهكذا. بعمل ده ازاي؟ بعمل ده من الايقونة اللي بعدها دي اللي بتعمل لي مالتي ليفل ليست. لو عملت كليك عليها هفترض اني هختار الشكل ده من الترقيم اللي هو 1 2 3 4، بعد ما اخترته هلاقي الترقيم نزل عادي خالص، ولو بصيت فوق هنا هلاقي مش الايقونة دي اللي منورة، ده الايقونة التانية العادية بتاعت الترقيم العادي. ليه؟ لاني لسه ما حددتلوش ايه فرعي من ايه. لو وقفت دلوقتي عند رقم 2، المفروض ان 2 و3 هتبقى ترقيم فرعي من 1. طب اعمل ده ازاي؟ اقول له ازاي ان دي ترقيم فرعي، دي مش 2 و3؟ بقف في اولها عند اول الكلمة، بضغط من الكيبورد على مفتاح تاب، بمجرد ما بضغط تاب بيعرف ان دي ترقيم فرعي من اللي قبله. هروح تاني على 2، ما انا عايزة هي كمان فرعي من رقم 1، وبضغط على تاب، خلاص بقى عندي 2 و3، هو عرف ان دول ترقيم فرعي من 1، وابتدى يكمل الترقيم اللي بعد كده 2 3 4 5. طب هفترض 2 ما فيهاش ترقيم فرعي، لكن 3 تحتها الثلاث جمل دول ترقيم فرعي منها، هقف في اول واحدة او عند اول حرف منها وهضغط مفتاح تاب من الكيبورد، دي بقت فرعي، ودي كمان ودي كمان. دلوقتي بقى عندي رقم 3 في منها كمان تصنيف فرعي، يبقى انا كده قدرت اعرفه ان انا بقى عندي تصنيف فرعي من الترقيم الاساسي بتاعي. ودي بتخلينا نشتغل برضو بطريقة منظمة اكتر من ان احنا نعملها يدوي. لما كنا بنشتغل عليها زمان كنا بنكتب 1 2 3 4، وبعدين اجي تحت 1 واعمل انتر وابتدي اكتب واعمل بايدي ترقيم جديد. الطريقة دي اسهل كتير قوي، لان هو اوريدي بيعرف ان تحت كل رقم من دول في ترقيم فرعي، ويبتدي يكمل لي الترقيم بشكل مظبوط. يعني دي 1 2 3 وساب دول ترقيم فرعي وعمل 4 و5 وهكذا. يبقى انا كل اللي بعمله اني بضيف الترقيم الفرعي من هنا، بختار شكله، وبعدين اقف بقى على الحاجات اللي انا عايز اغيرها او عايز اعملها في المستوى التاني، واضغط مفتاح تاب من الكيبورد، هو اوتوماتيك بيبتدي يرحلها ويحط قدامها الرمز حسب الشكل اللي انا اخترته من هنا. خلينا نرجع في كل ده، نشيل الترقيم خالص. يبقى انا اقدر اختار مش بس ترقيم اساسي، لا كمان ترقيم فرعي من الترقيم الاساسي بتاعي. حاجة كمان ممكن استعمل فيها التصنيف الفرعي ده في الملف بتاعي كله، مش بس في ترقيم جزء معين، بس احنا هنعمل تجربة على الجزء ده من النص. هفترض اني عايز اعمل النص ده تصنيف بتاعه على اساس الهيدنج، على اساس الستايل اللي انا حاطه للملف. لو جيت فتحت هنا هلاقي عندي اوبشن اسمه هيدنج، وبرضو في تصنيف 1 2 3 وهكذا. هعمل كليك عليه هلاقي عندي فوق هنا في الجزء بتاع ستايل هو كله واخد هيدنج 2، لا انا عايزه كله يبقى هيدنج 1. هعمل كليك عليها، ده التصنيف الاول. لو لقيت الترقيم بتاعي بادئ من رقم مش مظبوط وهنا بادئ من 7، هقف عليه الاول بكليك واحدة احدده، بعدين رايت كليك واقول له سيت نمبرنج فاليو، واقول له يبتدي من رقم 1. كده انا بقى عندي 1 2 3 4 واخده نفس التنسيق بتاع هيدنج 1. يبقى انا اقدر ابدا الملف بتاعي بنفس الفكرة دي. لو انا العناوين الرئيسية بتاعتي والعناوين الفرعية منها هتبقى واخدة ترقيم، يبقى انا احسن لي اني ابتدي الملف بالطريقة دي. وهاجي بعد كده كل ما هكتب هعمل التصنيف الفرعي. يعني انا هنا عايز ده تصنيف فرعي، فبقف في اول السطر او عند اول الكتابة واضغط مفتاح تاب، اخدت على طول الستايل بتاع هيدنج 2. هاجي هنا كمان واضغط تاني بقى هيدنج 2، بقى ده عندي العنوان الرئيسي وده عندي العناوين الفرعية. وممكن اجي في تاني عنوان كمان، لو عملت كمان تاب هيديني الستايل بتاع هيدنج 3 وهكذا. ده معناه ايه؟ معناه اني ممكن لو هحتاج اعمل ترقيم لكل العناوين بتاعة الملف، انا ممكن ابتدي الملف بتاعي باني اعمله ترقيم. وفي الحالة دي لو جيت في اي مرحلة نقلت اي جزء مكان التاني، هو هيعدل الارقام اوتوماتيك
واقدر اشتغل بنفس الطريقة على الملف بالكامل. هفترض ان دي رقم 2 وتحتها كمان 3 نقط، والنقطة الثالثة تحتها تصنيف واحد اللي هو ده، انا بضغط تاب مرتين بينزل بعدها التصنيف، وشايفين الارقام كلها مظبوطة. دي النقطة الاولى والتانية، ودي النقطة الثالثة والرابعة. النقطة الاولى في تحتها نقطة تانية فرعية متفرع منها كمان نقطة، هنا في 3 نقط فرعيين من نمرة 2، ونمرة 3 فيها متفرع منها كمان نقطة، وهكذا. اعمل عناوين الملف نفسه او عناوين الشغل كله بنفس الطريقة، مش بس استعملها في ترقيم جزء معين من النص، اعمله 1 2 3 4 وهكذا، لا انا ممكن اعمل الملف كله بنفس الطريقة دي. وبيسهل عليا برضو ان العناوين بتاعتي لو مترقمة هتتعدل اوتوماتيك، لو عملت فيها اي تغيير هيظبط لي الترقيم بتاعها لوحده. خلينا نجرب دلوقتي نظام الترقيم الاساسي والفرعي على نص او كتابة هنعملها بالعربي. هنقول مثلا هفترض ان انا هعمل اقسام منتدى، عايز اعمل تصنيف او ترقيم لاقسام منتدى، فانا هيبقى عندي اقسام اساسية 1 و2 و3، وهيبقى عندي اقسام فرعية منها عايزها تاخد ترقيم الف وب وجيم، ومن كل واحدة من دول لو عايز اعمل كمان اقسام فرعية تاخد شكل ترميز. هنعمل الكلام ده ازاي؟ هنروح هنا على القائمة بتاعتنا ونختار المرة دي كلمة define new multi level list، كليك عليها هيقول لي حدد الشكل بقى اللي انت عايزه للترقيم بتاعك او الترميز بتاعك. هختار اول مستوى من المستويات بتاعتي وهقول له انا عايزه يبقى 1 2 3. تاني مستوى اللي هو هيتفرع منه بفتح القايمة هنا واختار انا عايز شكله ايه، هيبقى الف وب وج. تالت مستوى انا عايزه يبقى ترميز، اختار اي رمز او اي شكل من الرموز اللي موجودة هنا وهقول له اوكي. على طول حط لي رقم 1 علشان ابتدي انا اكتب النص بتاعي. هكتب مثلا قسم برنامج فوتوشوب، القسم ده بيتفرع منه قسمين تانيين، فهعمل انتر، حط لي رقم 2، انا مش عايز رقم 2، انا عايز بقى ترقيم الفرعي الف وب وج. بضغط مفتاح تاب، نبقى عارفين ان مفتاح تاب بينقلنا لترقيم فرعي. هكتب مثلا هضغط انتر هيجيب لي ب زي ما انا قلت له على التقسيمه اللي انا عايزاه، بس انا مش عايز ب، انا عايز قسم الكورسات والدروس ده هينقسم لاثنين، قسم الدروس العربي وقسم الدروس الاجنبي، يبقى انا عايز اتنقل على الترميز. اضغط ايه؟ اضغط زي ما قلنا من الكيبورد مفتاح تاب عشان ينقلني للترقيم الفرعي بتاع الترقيم الفرعي اللي انا فيه كمان، فبضغط مفتاح تاب جاب لي شكل الترميز اللي انا اخترته. وهكتب مثلا دروس عربيه وانتر دروس اجنبيه، تمام. هضغط انتر بقى، انا عايز اكتب القسم الفرعي التاني اللي هو هيبقى ب. لو ضغطت انتر ايه اللي حصل؟ هو مدخلني لسه جوه الترقيم الفرعي ده، انا عايز اطلع لبتاع الف وب وج. هعمل ايه؟ بضغط انتر من الكيبورد هلاقي نفسي طلعت للترقيم اللي قبله، يبقى انا عندي تاب بتدخلني لتقسيم فرعي وانتر بتطلعني لتقسيم رئيسي. هكتب مثلا قسم الملحقات، هضغط انتر من الكيبورد، انا مش عايز جيم، انا عايز جوه قسم الملحقات اعمل 2 كمان تقسيم فرعي، يبقى هضغط تاب عشان اروح للفرعي. هقول مثلا اضافات برنامج وهضغط انتر، انا لسه جوه نفس التقسيمه الفرعيه دي، وهقول مثلا ملفات مفتوحه، هضغط انتر. انا المره دي بقى عايز اكتب رقم 2، مش عايز ولا الف وب وجيم ولا عايز الترميز ده، انا عايز اكتب التقسيمه بتاعت رقم 2، يبقى هضغط من الكيبورد انتر طلعني للتقسيمة الفرعية دي، هضغط انتر كمان مرة هيطلعني للتقسيم الاساسي. هكتب القسم اللي بعده هنقول مثلا قسم برنامج سيدي ماكس، هضغط انتر، انا مش عايز رقم 3، انا عايز ادخل تقسيم فرعي، يبقى بضغط تاب دخلني التقسيم الفرعي، ولو عايز ادخل الفرعي بتاع الفرعي ده كمان هضغط تاب كمان مرة. طب عايز ارجع منه، لو انا ضغطت غلط وعايز ارجع منه للتقسيم اللي قبله بضغط انتر بيطلعني للتقسيم اللي قبله وهكذا. يبقى احنا عرفنا ان مفتاح تاب بيدخلني لتقسيم فرعي، كل ما هضغط تاب هدخل لتقسيم فرعي، لكن كل ما هضغط انتر هطلع لتقسيم اساسي.
دي مهمة قوي، ونبتدي الترقيم بتاعنا من الأول مظبوط. وبعد كده وإحنا شغالين على طول بتاب بدخل لتقسيم فرعي، وعلى طول بإنتر بطلع للتقسيم اللي قبله، وهكذا من غير ما نكتب النص بتاعنا، ونرجع بقى بعد كده نبتدي نعمل له إحنا الترقيم والترميز ده بإيدنا واحدة واحدة. طيب لو أنا بعد ما عملت الترقيم بتاعي لقيت إني عايز أغير مثلا ألف وب وجيم، دي أعملها بأرقام، أعملها برموز، عايز أعدل فيه أي حاجة، هل عندي إمكانية إن أنا أعدل بعد ما اشتغلت؟ ممكن نعدل طبعا، هنيجي نقف عند الرقم نفسه لما تتحدد كده الأرقام اللي بره، وأعمل رايت كليك، هلاقي عندي أوبشن اسمه أدجست ليست اندنت، لو عملت كليك عليها هيفتح لي نفس النافذة اللي أنا كنت فيها، أقدر أغير أي ترقيم من دول. لو أنا مثلا رحت على المستوى التالت قلت له مش عاجبني الرمز ده اعملوا لي الرمز ده، ممكن اغير كمان المحاذاة بتاعة النص، وخلينا نبص كده فوق على اللي احنا واقفين فيها دي نشوف ايه اللي احنا بنعمله. لو خدنا بالنا احنا بنعمل ايه، انا بغير مكان السطر الاول الالاينمنت او المحاذاة بتاعتها بالنسبة للتصنيف اللي قبله. وعندي كمان امكانية ان لو اي ترقيم من دول مكتوب فيه كلام في سطرين اقدر اغير مكان السطر التاني، بحيث ان انا ادخله جوه شوية يبقى شكله مظبوط تحت الترقيم، زي ما احنا شايفين كده بيبقى شكله احسن كتير. فاحنا نقدر من الارقام دي نعمل اي تعديل حتى بعد ما نكون خلصنا الشغل اللي احنا عملناه، واقدر كمان اغير نوع الخط اللي مكتوب بيه الف وب وجيم مكتوبة بخط، اقدر لو ضغطت على فونت اروح اغير نوع الخط ده، اقدر اغير المحاذاة بتاعتي يمين ولا شمال، محاذاة الارقام ولا سنتر، اقدر لو ضغطت على كلمة مور اقول له التعديلات اللي انا عملتها دي هيحطها على ايه، على القائمة كلها ولا على النقطة اللي انا محددها بس اللي انا واقف عليها، ولا على مستوى معين من مستويات ليفل 1 او 2. احنا طبعا عارفين ان الرئيسي ده او اول ترقيم ده ليفل 1، اللي بعده ليفل 2، اللي بعده ليفل 3، وهكذا. ممكن مثلا اقول له ان اي ترقيم من دول هيبدا من رقم معين، مثلا بتاع الف ب ج، انا مش عايز يبدا بالف، عايز يبدا ب، عايز يبدا بج بدال، خلينا نسيبه مثلا على دال ونقول اوكي على كده. لو جيت بصيت هنا هلاقي التعديلات اللي انا عملتها، ادي الرموز اللي انا طلبت تغييرها اتغيرت، وادي الترقيم بتاع الف وب بقى دال وه، هي بتطلع شبه الخمسة شوية لانها بتتكتب مقفولة. يبقى كده اقدر اعمل ترقيم او ترميز اساسي وترقيم او ترميز فرعي منه على عدد كبير جدا من المستويات. احنا لو بصينا هنلاقي اني اقدر اعمل مستويات متفرعة كتيرة جدا، ما اعتقدش ان حد ممكن يحتاج كل التفريعات دي، اكيد الامور بتبقى ابسط من كده، بس احنا عرفنا ازاي نقدر نعملها بطريقة سهلة، ولو حاجة ما عجبتناش بنرجع برضو نعدلها تاني ببساطة. وطبعا عشان نشيل خالص الترميز اللي احنا عملناه ده بنضغط على الايقونة بتاعته. بلاحظ ايه لما ضغطت على الايقونة، انه المسافات بتاعت الفقرة اللي هي كل سطر من دول يعتبر فقرة، المسافة بتاعت البداية بتاعتها اختلفت خالص، كل واحدة بقت راحة في حتة. لو بصيت فوق هنا هلاقي كل واحدة فيهم لما بقف على السطر بتاعها بقت راحة في مكان حسب المحاذاة اللي كانت معمولة للترقيم. ارجعهم تاني ازاي؟ ممكن احددهم كده كلهم واجي هنا، هو بيبقى دايما واقف على مكان اول واحد بس محدده بلون خفيف، اعمل كليك على المثلثات دي، لما تبقى كلها بلون واحد يبقى انا كده رجعت الكتابة بتاعتي كلها لنفس المحاذاة على خط واحد. خليني تاني اعملها، معلش. عندي دلوقتي النص ده كل واحدة فيه، كل سطر فيه معمول له اندنتيشن او مسافة بادئة مختلفة، انا عايزهم كلهم يبقوا على نفس البداية، فبحددهم كلهم وباجي هنا احط المثلث اللي فوق اللي هو بتاع اول سطر، والمثلث اللي تحت بتاع تاني سطر بتاع الترقيم الفرعي، اعمل عليهم كليك يبقوا كلهم بالشكل ده معمول لهم محاذاة في مكان واحد. كده نبقى نفذنا فكرة التقسيم او الترقيم الاساسي والفرعي.